صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معاكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالأمل والسعادة والتفاؤل. من الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة، العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للبيئة، ودي ذكرى 50 اللي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيبحثوا فيها أهم التحديات البيئية الملحة في عصرنا وأهم الجهود المبذولة لإصلاح والحفاظ وحماية الأرض، وده من خلال الحلول. وكان مؤخرا طبعا كوب 27 والعالم كله بيحضر لكوب 28. الموضوع الآخر اللي معانا، الصحة بتطلق حملة خدمية وتوعوية مجانية، وده لصحة المرأة النفسية ب 22 محافظة، ده بجانب فقراتنا الثابتة، معرفة أحوال الطقس ودرجات الحرارة، فقرة بروفايل، وحدث في مثل هذا اليوم. نبدأ يومنا بفقرة كلها حيوية ونشاط، فقرة أيروبكس. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سمير. النهارده هتمرن تمرين الشيست، اشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، واول تمرين معانا هيبقى بوش ابس بالشكل ده. شغل عضله الفلات، العب 3 مجاميع 16 عدد. تاني تمرين معانا هيكون انكلاين بوش ابس، هيكون بالشكل ده. احاول احط رجلي على اي حاجه تكون عاليه بالشكل دوت، وايدي بالشكل ده، وهنزل بالشكل ده، احاول الشيست يلمس الارض واطلع. ثلاث مجاميع 12 عدد. التمرين ده بيستهدف انكلاين العضلة العالية في الشيست بالشكل ده. تالت تمرين معانا ده ديكلاين بوش ابس، بيستهدف العضلة السفلية للشيست، هنلعبه 3 مجاميع 12 عدد بالشكل ده. ورابع تمرين معانا هيكون باستخدام البند، حط البند في اي عمود بالشكل ده، امسك البند بالشكل ده، احاول اطلع قدام شويه والعب بالشكل ده. التمرين ده شغل الشيست، مهم جدا، من اهم تمارين الشيست فلاي. كده خلصت تمريننا، اشوفكم في حلقة تانية. جديد، وهذه الجولة الإخبارية وأهم التقارير والأخبار والوقوف على آخر المستجدات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظير موريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث الزعيمان خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية على إبرام اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشددنا على أهمية حث أثيوبيا
على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. كما أكد الرئيس السيسي اتفاق مصر وموريتانيا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة، فضلا عن تكثيف جهود توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة. أكدنا أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ومنعها من الانهيار، وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين. ومن هذا المنبر فإننا نحث جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الرئيس السيسي توافق مصر وموريتانيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد وخروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية. تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء، وفي مدى زمن محدد تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة. وعن العلاقات المصرية الموريتانية، أكد الرئيس السيسي أهمية التنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين وتشمل مكافحة الإرهاب. التنسيق على المستويات كافة أخذ في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا، ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقه مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على تطوير تعاون البلدين في المجالات الاقتصادية، وسرعة انعقاد اللجنة العليا للبلدين خلال العام الحالي. اتفقنا على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية خلال هذا العام، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز قدرة التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الشعب المصري بما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن ما تحققه مصر يمثل إنجازا لدول المنطقة بأسرها. أهنئكم وأهنئ الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأننا نعتبر أن كل ما أنجزت مصر هو لنا جميعا. فقوة مصر هي قوة الأمة، وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن. وأضاف الرئيس الموريتاني أن مصر تعد دولة محورية في المنطقة وداعما كبيرا لقضايا المنطقة والشعوب العربية والإفريقية، مثمنا الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار لدول الجوار. مصر نعرف جميعا ما تمثله في وجداننا جميعا، في وجداننا كعرب وفي وجدان الموريتانيين بصفة خاصة لمصر، مكانتها في وجداننا.
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى الدور التاريخي الذي لمصر وللدور البارز الذي تلعبه مصر وما فتئت تلعبه وما زالت تلعبه، ونتمنى أن تبقى دائما تلعبه في القضايا الكبرى لأمتنا العربية ولأمتنا الإسلامية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مستهل زيارته لمصر التي تمتد 3 أيام. ثم اصطحب سيادته الرئيس الموريتاني إلى قصر الاتحادية. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وعقب المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث سمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرب خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية معربا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والإفريقي المشترك مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة. يتواصل توافد النازحين من السودان على معبري أرقين وقسطل الواقعين على الحدود المصرية السودانية، وتسعى أجهزة الدولة المختلفة إلى تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا أشرف مبارك من معبر قسطل. أشرف، ما هو الجديد في الإجراءات اللوجستية والصحية والنفسية التي تقدمها الدولة المصرية للنازحين من السودان؟
شروت برحب بيك. يمكن احنا بنتحدث في هذه الاوقات عن وصول نحو اكثر من 200 الف شخص وصلوا الى الاراضي المصريه من مختلف جنسيات العالم بيمثلون نحو 25 دوله، لكن اغلب من جاءوا الى الدوله المصريه هم اغلبهم من الاشقاء السودانيين. نتحدث عن ارقام وصلت لنحو 190 الف من الاشقاء السودانيين، منهم نحو 115 الف فقط وصلوا عبر معبر كوستول، والبقيه جاءت عبر معبر اركين الحدودي. يمكن في ساعات الصباح الباكر وصلت العديد من الحافلات الكبيره الى الاراضي المصرية عبر معبر كوستول. يعني نتحدث عن يمكن 7 حافلات كبيرة تقل المئات من الأشقاء السودانيين وصلت في هذه الساعات المبكرة من الصباح الباكر. يمكن الأشقاء السودانيين الذين وصلوا في هذه اللحظات هم في استراحة قصيرة الآن تمهيدا لتوجههم بعد ذلك إلى موقف كركر الدولي. هذا الموقف الذي تقوم محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتقديم كافة سبل الدعم، سواء الدعم الاجتماعي أو الدعم الصحي لكافة من جاءوا إلى الدولة المصرية. هناك يتم تقديم السكن بالمجان لكافة الأشقاء السودانيين، أيضا يتم تقديم أيضا الدعم الصحي. هناك يمكن عيادات متنقلة في موقف كركر الدولي، بتصل هذه العيادات إلى نحو 9 سيارات في عدد يمكن 9 أيضا تخصصات مختلفة، أبرزها أمراض القلب والسكر والضغط والبطنة وخلافه، وبالإضافة إلى العديد من التخصصات المتعلقة بالأمراض المتوطنة في الدولة السودانية. لكن الجديد هو يعني وصول طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مطار أسوان الدولي تقل على متنها نحو 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة إلى الشعب السوداني، وسوف يتم تسليم هذه المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري يعني استمراريته في تقديم مثل هذه المساعدات لكافة الوافدين إلى الدولة المصرية. كان هناك أيضا طائرة قدمت منذ عدة أيام، هذه الطائرة كانت تقل أيضا أو تحمل نحو 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني هي يمكن المنظمات الدولية جاءت خلال الأيام الماضية وراقبت الوضع في المعابر الحدودية، وأيضا طلعت على كافة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وهي وعدت الدولة المصرية بأن يكون هناك مساهمات من هذه المنظمات الدولية يعني الوقوف بجانب الدولة المصرية في استقبال الأشقاء السودانيين. يمكن الحمولة أو الطائرة التي وصلت على متنها 10 أطنان من المستلزمات الطبية هي يعني تكفي لنحو 50 ألف شخص قد يصلوا إلى الأراضي المصرية في الفترات القادمة. هناك أيضا يمكن الهلال الأحمر المصري لا يزال يقدم الدعم الصحي للأشقاء السودانيين، تحدث عن أرقام وصلت لأكثر من 15 ألف حالة وحصلت على دعم صحي، هذا بخلاف ما يقدمه أو ما تقدمه مستشفيات وزارة الصحة مثل مستشفى أبو سمبل الدولي ومستشفى جامعة أسوان التابع لجامعة أسوان. هذه المستشفيات أيضا تقدم دعم صحي وقامت بإجراء العديد من العمليات لكافة الأشقاء السودانيين وأيضا متابعة الحوامل الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية، هذا أيضا بخلاف ما يقدمه الهلال الأحمر المصري من دعم صحي وأيضا دعم نفسي خاصة للأطفال. وصلنا لأرقام نحو 7 آلاف حالة من الأطفال حصلوا على دعم صحي، وأكثر من 500 ألف وجبة تم توزيعها على الأشقاء السودانيين في المعابر الحدودية. أيضا يمكن لا تزال يمكن على أرض الواقع تتواصل أعمال قدوم الشاحنات الحاملة للمساعدات الغذائية ويعني السلع التموينية من الدولة المصرية إلى الدولة السودانية. في هذه الجهة سوف نجد يمكن حافلة صغيرة تقل على متنها يعني عدد كبير من البضائع لقادمة، وهي في انتظار عبارة كوستول تمهيدا لدخولها إلى الأراضي السودانية. يعني هذا هو مثال صغير لحركة التجارة ما بين مصر والسودان، لكن هناك شاحنات كبيرة جدا تحمل ملايين الأطنان من المساعدات الغذائية والتموينية التي تعبر يوميا إلى من الأراضي المصرية إلى الدولة السودانية. هذا بخلاف أيضا الاتجاه الآخر القادم من الدولة السودانية، عدد من رؤوس الماشية التي تصل إلى الدولة المصرية كل ساعة وكل وقت. يعني هذا أو حركة التجارة يمكن كانت في الفترة الأولى من بداية هذا الصراع كانت توقفت بشكل كبير، لكنها عادت بعد تقليل مثل هذه التكدسات على أرض الواقع من الأشقاء السودانيين في المعابر من الجانب السوداني. وبعد دخول أعداد كبيرة تخطت 200 ألف شخص يمكن بدأت حركة التجارة تعود من جديد. إذن بنتحدث يمكن عن هي غرفة عمليات كبيرة يمكن بتنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة التسهيلات للشعب السوداني وأيضا من مختلف جنسيات العالم التي وصلت إلى الدولة المصرية. شكرا أشرف مبارك، كان معنا من معبر قسطل الحدودي.
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنفاق 237 مليون جنيه لتطوير مسجد الظاهر بيبرز منذ عام 2007 حتى الآن، ساهم فيها الجانب الكازاخستاني بنحو 4.5 مليون دولار. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مسجد الظاهر بيبرز بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان. ثالث أكبر مسجد أثري ورابع أكبر مسجد مساحة في مصر، مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة الذي تم تشييده عام 666 هجرية على يد أبرز سلاطين الممالك وأطولهم حكما والمنحدرة أصول نشأته إلى أرض القبجاك كازاخستان حاليا، واليوم بعد نحو 225 عاما تقريبا من الإغلاق وبالتعاون بين الجانبين المصري الكازاخي، يعاد افتتاح المسجد بعد إعادة صيانته وتطويره ورفع كفاءته في حضور عدد كبير من مسؤولي البلدين. وحسنا فعلت دولة كازاخستان بقيادة السيد الرئيس قاسم توكييف عندما تعاونت مع الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامكم الكريم بهذا الأثر الديني الرائع وحرصكم على تجديده وإظهاره بهذه الصورة الكريمة التي تعيد إلى ذاكرتنا وأذهاننا أمجاد أسلافنا ومآثرهم الدينية والفنية الخالدة. السلطان الظاهر بيبرز الذي نشرف بأصوله الكازاخية حظى بحب الشعب المصري أثناء حكمه فترة المماليك بمصر، وإعادة ترميم وتطوير المسجد بالتعاون المشترك يعد توطيدا للعلاقات المصرية الكازاخية. تكلفة الترميم والتطوير التي قدرت بنحو 237 مليون جنيه تأتي بمساهمة من وزارتي الأوقاف المصرية والسياحة والآثار مع الجانب الكازاخي ليصبح المسجد وبحق تحفة معمارية أثرية تسر أعين الناظرين بجانب بدء إقامة الشعائر الدينية. أما من حيث التطوير فيأتي خلال عام واحد تقريبا تطوير ثالث مسجد أثري بعدما تم من تطوير تاريخي غير مسبوق لمسجد الإمام الحسين ثم مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة ثم هذا المسجد، مما يؤكد عناية الدولة المصرية بتاريخها وحاضرها ومساجدها الأثرية وبخاصة مسجد آل البيت. بعد أن عانى هذا المسجد لفترات كبيرة جدا من التدمير والإهمال، تدخل المجلس الأعلى صار في 2007، بدأنا في أعمال خفض منسوب المياه الجوفية، ترميم معماري وترميم دقيق، توقف العمل في 2011 عقب الأحداث، استؤنف العمل في 2018 والنهاردة بيفتتح للمصلين. ركن الدين بيبرس البندقداري الملقب بالظاهر كما حرص على بناء مسجده أثناء حكمه في هذا المكان منذ قديم الزمان، اليوم تحرص الدولة المصرية على إيصال حاضرها بماضيها من خلال العناية والاهتمام بالمساجد الأثرية للحفاظ على الإرث التاريخي والإنساني. وليد هيكل، النيل. أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل المعيشة، وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت في تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع. نتابع هذا الحوار مع حضراتكم. أعزائي مشاهدي قناة النيل الأخبار، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص من داخل محافظة الجيزة، مع ومعكم سيادة اللواء أحمد راشد، نتحدث معه حول مبادرة رئاسية قادرون باختلاف واهتمام خاص من المحافظة وأيضا تلبية لدعم الخاص من سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم في هذه المبادرة. أهلا بسيادتك يا فندم، صباح الخير. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ معالي المحافظ اتكلم على مبادرة رئاسية قادرون باختلاف، محافظة الجيزة خطت خطوات جادة مع مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا اليوم كنا نحتفي بتسليم عدد من الكاسي الكهربائية والدراجات النارية المخصصة والمؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة. بداية برحب بحضراتكم في محافظة الجيزة، برحب بمؤسسة مصطفى وأمين وعلي أمين وجمعية ليلة القدر،
طبعا حضرتك النهارده يعني احنا يعني سيادة الرئيس سن سنة حميدة، وهي الاهتمام ويعني ابداء رعاية خاصة لذوي الهمم، واحنا بنشوف سيادته بينظم احتفالية سنوية لهذا الغرض. مش بس الاحتفالية السنوية، في متابعة يمكن تكاد تكون يومية لطلبات واهتمامات ذوي الهمم. احنا في هذا الاطار بننسق مع المجتمع المدني، ومن ضمنها جمعية مصطفى امين وعلي امين، ويمكن دي مش اول مرة، ويمكن دي التانية او ثالث مرة بننظم هذه الاحتفالية، وبنوزع ترسيكلات وبنوزع كراسي كهربائية وكل احتياجات ذوي الهمم. فالنهاردة في هذا الاطار يمكن النهاردة بنوزع حوالي 18 تريسيكل على الموتوسيكل على ذوي الهمم، بنوزع حوالي 39 كرسي كهربائي بمواصفات جيدة ومتميزة. ده كله بيأتي في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، ويمكن ده بس مش ده وبس، يمكن أنا وكل قيادات المحافظة يوميا بتتعرض علينا طلبات ويعني احتياجات ذوي الهمم، واحنا سعداء ان احنا بنلبيها. وزي ما قلت ده توجه دولة واهتمام دولة بهذا الكلام، فان شاء الله بإذن الله مستمرين في ذلك، وان شاء الله نكون عند حسن الظن في كل طلباتهم واحتياجاتهم. مرة أخرى بشكر طبعا المجتمع المدني كله اللي على دوره، مش بس يمكن النهارده، يمكن احنا بنشوف حضراتكم ان احنا يمكن قبلها مفيش، يمكن الشهر اللي فات او يمكن من ايام قليله كان في احتفاليه بتقام برضو في تجهيز العرايس واحتياجات العرايس، فيعني احنا متواجدين معاهم يوميا، وان شاء الله هتستمر هذه الفعاليات وهذه الاحتفالات زي ما قلت في اطار توجهات الدوله. معالي المحافظ، لو تحدثنا عن جزئية أخرى واستكمال لمسيرة التنمية داخل محافظة الجيزة، أيضا مشروعات حياة كريمة تحقق منها العديد والعديدة على أرض محافظة الجيزة، لو تحدثنا عن ما تم تنفيذه مؤخرا في ظل رعايتكم الكريمة. يمكن حياة كريمة كان لها دور ودور مهم في محافظة الجيزة، يمكن احنا كان وقع الاختيار على أول مركزين في محافظة الجيزة وهما مركزي الصف وأطفيح. تلك المبادرة يعني اللي بيرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن واللي بيتابعها برضه بصفة دورية دولة رئيس مجلس الوزراء، كان معانا في زيارة من حوالي أسبوعين في مركزي الصف وأطفيح، وسيادته شاف على أرض الواقع مدى التغير ومدى المشروعات اللي تمت على أرض المحافظة. احنا بنتكلم في حوالي 900 مشروع في مركزي الصف وأطفيح بتكلفة مش عايز أقول تصل إلى حوالي 10 مليار جنيه. لاحظنا مدى نقلة الخدمات اللي تمت في المركزين، يعني سيادته كان رئيس الوزراء يعني كان سعيد جدا بهذه الزيارة وباللي شافه. المواطنين هناك أكثر سعادة وأكثر يعني شكر للدولة على ما تم من مجهود. إن شاء الله بإذن الله مستمرين في ذلك. بدأنا ناخد الإجراءات الفعالة على أرض الواقع للمرحلة الثانية من حياة كريمة، وإن شاء الله اللي هتشمل ثلاث مراكز، يمكن العياط والبدرشين ومنشاط القناطر، وإن شاء الله هتبقى فيهم نقلة ونقلة كبيرة جدا في المحافظة. يعني التنمية زي ما بقول في كل ربوع مصر، محافظة الجيزة بتاخد اهتمام كبير وحيز كبير من هذه التنمية. التنمية مش في حياة كريمة بس، يمكن بنشوف المحاور المرورية اللي بتتم على أرض المحافظة ومدى تأثيرها ومدى يعني أهميتها لحياة المواطن وتنقلاته يومية. عندنا يعني مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية، في الإسكان، في الصحة، فالحمد لله المحافظة ماشية في خطوات ثابتة وخطوات يعني قوية جدا وقفزات كبيرة جدا نحمد ربنا عليها ونشكرها، وإن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله الفترة الجاية.